ابنة آمون هي حاكمة كمت. اللي أعرفه إنها كانت وصية على العرش، وأمور الحكم تحتاج عقل وحكمة. لكن الوريث لازم يكون مني أنا، أنا أكون أمه. مستحيل هنسيب أي عدو يوصل لأي جزء من بلدنا. إيه ده؟ أنت مين؟ أنا واحد من شعب كمت، وظهوري هنا عشان حكمه يبقى أقوى. أنت من النهاردة واحد من مستشارين الملك. أنا جاي أحذرك يا يحيى.